خلال الأسابيع اللي فاتت كانت جيني متورطة في مشاكل كتيرة جدا، من بعد فضيحة التدخين بالأماكن المغلقة وسوء معاملة الموظفين، ومن بعد ما جيني واجهت انتقادات وحشة جدا فكرت في غلطتها وقدمت اعتذار لكل من المعجبين والموظفين. ولكن دلوقتي ظهرت شكوك كتيرة جدا عن ان وكالة واجي دفعت مبالغ من المال لثلاث صحفيين في كوريا حتى يكتبوا مقالات تشوه سمعة جيني اكتر وسط جدل التدخين. واحدة من المقالات دي كانت لصحفية اسمها تشويلي من قناة وسن اللي تعمدت تشوه سمعة جيني وكتبت ان رحلها من وكالة واجي كان غلطة كبيرة، ومن هنا اتهم المعجبين وكالة واجي انها دفعت الاموال لصحفية تشويلي حتى تكتب المقال ده. وطبعا الاخبار دي انتشرت في كل مكان ولحد دلوقتي ما زالت محتلة الترند في كوريا، عشان كده قرر البلينك رفع هاشتاج واجي اعتذري الى جيني على التويتر. ولكن في الحقيقة لحد دلوقتي ما فيش اي دليل مادي على ان وكالة واجي فعلا اتعمدت تشوه سمعة جيني. وخليني اقول لكم ان المشكلة مش في وكالة واجي بس، ولكنها حتى في الكارهين. فموقع نتبان الكوري كان واحد من اكتر مواقع الاخبار اللي شاركت مقالات كلها هجوم وكره رهيب اتجاه جيني. ولكن بقى الشيء الغريب ان موقع نتبان الكوري امبارح قرر يكون عادل شوية وشارك مقال بالعنوان ده: جيني من بلاك بانك تتمتع بشخصية جميلة لا يريد الاعلام اظهارها ولا يريد الجمهور رؤيتها. وخليني اقول لكم ايه اللي اتكتب في المقالات دي. ردا على حملة الكراهية الاخيرة اتجاه جيني، نريد ان نري الجميع مدى جمالها بين الماضي والحاضر. هل هناك من يتذكر زيارة جيني الى جامع ابو ظبي الاكبر وارتداء الحجاب احتراما لثقافة المكان المتواجدة به؟ كانت جيني ايضا هي العضوة الوحيدة في بلاك بانك التي ارتدت بنطلون اسود في حفل بلاك بانك بالمملكة العربية السعودية احتراما لقواعدهم. كمان اتكلم المقال عن نقطة تانية مهمة جدا، لان موقفها اتجاه المقاطعة كان واضح جدا، فالكل عارف ان علامة ستاربكس بتدعم اسرائيل، ولكن جيني قررت تشرب قهوتها من كوفي بين وهي ماركة تانية للقهوة. كمان صداقة جيني مع سيمي وهذه خضرة تؤكد على دعمها الواضح للقضية الفلسطينية، ده غير ان جيني بتحاول كل فترة تروج لمنتجات سيمي وهذه خضرة، والماركة دي بتتبرع بكل ارباحها لشعب فلسطين، ده غير ان علامة جاكي موس اللي تعاونت معاها جيني مؤخرا دعم للقضية الفلسطينية. وفي النهاية حابة اقول لكم بعيدا عن الشهرة، جيني بنت كويسة جدا تستحق كل الدعم والحب.